فنحن اول شيء نرجع نتذكر طبعا هذا كله الكلام راح نحكي عنه هون only applicable to single input single output systems. نتذكر كيف كنا نعمل بالسيستمز التقليديه الكلاسيكال سيستمز اللي عندي في إلها ترانسفير فانكشن. كان هذا البلانت الاصلي. جينا قلنا انا هذا البلانت بدي اغير البولز والزيروز تبعته بحيث اني اغير الكاركترستيك ايكويشن تبعته بحيث اني اغير البرفورمانس تبعه عشان لما احط عليه مثلا كلوز لوب فيدباك سيستم يكون مكان مختلف اوصل لبولز مختلفة او يكون البولز عندي مختلفة لهذا السيستم. فكنا نيجي بالطريقة التقليدية نيجي نقول السيستم الاصلي مثلا له فرضا بول هون وبول هون وجينا حطينا كومبنسيتر والكومبنسيتر كانت بتعطيني زيرو وبول وفرضا على سبيل المثال الكومبنسيتر اعطاني زيرو هون وبول هون ايش بكون هذا الكومبنسيتر اللي ضاف زيرو وبول والزيرو اقرب للاوريجن من البول ليد كومبنسيتر. فانا هون عملت كاني عملت بول بليسمنت حطيت بولز جديده او حركت البولز لاماكن مختلفه جديده. اللي بدنا نعمله الان بستيت فاريبل فيدباك نفس الفكره بس بدنا نعملها الان باستعمال ستيت فاريبل فيدباك. معنى ستيت فاريبل فيدباك انه انا باخذ نسخه من ستيت فاريبلز بضربهم بكونستنت معينه وبعمل فيدباك بعملهم فيدباك على الانبوت. هذا راح يغير الاي تبعت السيستم لانه الاي شو بتحتوي؟ هي فيها الكاركترستيك ايكويشن هي عمليا هي البولز تبعت السيستم. البي كان له علاقه بالانبوت علاقه الانبوتس بالستيتس والسي علاقه الستيتس بالاوتبوتس والديكون بس الاي هي اللي اعطتني الكاركترستيك ايكويشن. فانا اليوم راح اغير اي هاي هي طريقه لتغيير اي راح نغير اي بطريقه معينه باستعمال ستيت فاريبل فيدباك. يعني باخذ ستيت فاريبلز وبعمل لهم فيدباك. المشكله انه اقرر شو البارامترز اللي بدي اضرب فيهم هاي. فنرسم هلا شكل السيستم الاصلي. اذا بنطلع على شكل السيستم الاصلي كان عندي هون واحد نعم تفضل الزيرو بول كانسليشن احنا ذكرناها بس لما كنا نحكي عن الكنترولابيلتي والاوبزرفابيلتي. كنا نقول اذا صار عندي زيرو بول كانسليشن بالليفت هاند سايد للسيستم بخسر يا الكنترولابيلتي يا الاوبزرفابيلتي. بقدر احطه بشكل بحيث اني اخسر الكنترولابيلتي وما اخسرش الاوبزرفابيلتي او بقدر احطه بشكل مختلف بحيث بس راح اخسر واحد منهم اذا عملت بول زيرو كانسليشن. هون انا عمالي بحكي بشكل عام انه انا بدي احط البولز بدي اعمل بليسنج للبولز تبعت السيستم في اماكن انا بدي اختار كلهم كل البولز. اذا عندي ستيت سيستم ان واذا كان السيستم فولي ستيت كنترولابل وفحصناها قبل هيك اذا كان هذا الشرط نيسيسري اند سفيشنت اني ايش اقدر اعمل؟ اعمل اربيتر ريبليسمنت للبولز راح احط البولز في الاماكن اللي انا بدي اياها باستعمال ستيت فاريبل فيدباك. السيستم الاصلي هون اجينا قلنا هي عندي هون اكس واخذنا اكس هون رجعنا هون من اكس وضربناها في اي اللي هي ستيت ماتريكس بعدين رجعنا هون من اي وجمعناها هاي صارت اكس دوت من هون وجمعنا هاي عندي هون بي وهون عندي يو خلينا نحطها سنجل انبوت سنجل اوت اوكي ضربنا هلا هذه هون وعندي هون صارت هاي وهون راح يكون عندي السي وهون راح يطلع معي اوتبوت اذا كان هون عندي سكيلر رفعته سنجل انبوت سنجل اوتبوت مضبوط المعادلة هيك عندي بلس بلس وهون راح يطلع عندي اوكي. اذا انا هون بهذا المفروض انا هون يمكن احطهم واي اوف تي احطهم واي اوف تي اوكي. الان حتى اغير ايه لازم يكون عندي اكسس باي ديفينيشن للستيت فاريبلز. فانا عمالي بقول راح اخذ ستيت فاريبلز راح اضربهم في بارامترز معينه فاكس 1 راح اضربه في كي 1 واكس 2 راح اضربه في كي 2 واكس 3 راح اضربه في كي 3 بعدين راح اخذ هذا وراح هون اطرحهم من الانبوت راح احطهم على الانبوت. فالطريقه راح نغير فيها خليني اوسع مساحه شوي هون
كومبوننت دي يو اوف تي. هلا شوف شو رح نعمل حتى اعمل ستيت فاريبل فيدباك. رح افترض انا انه عندي اكسس عليهم في الحياه الواقعيه. ايش ابدا احكي عن ايش رح ابدا احكي اذا انا ما عندي اكسس عليهم؟ رح نبدا عن الاوبزرفابيلتي، مش هيك؟ رح نبدا نحكي عن الاوبزرفابيلتي. بس انا رح افترض الان انه اربيتراري انا عندي هون اكسس عليهم، فسحبت نسخه منهم، سحبت نسخه هاي اكس اوف تي، فهاي اكس اوف تي، فهاي اكس اوف تي، مش هيك؟ فهاي اكس اوف تي. رح اضرب الان اكس اوف تي في وإذا بدكم ممكن نحط هاي بلس وأحط هاي ماينس كي، نفس الشيء نفس الشيء. آه هو نيجاتيف فيدباك هنا، واللي رح يطلع معي هلا رح يطلع معي إيش لازم يطلع؟ اللي بيطلع معي من هون لازم يطلع سكيلر. في بدي أجمع سكيلر مزبوط، فلازم يطلع معي هون سكيلر بالحالة هاي لأنه السيستم هذا سيسو إنبوت، فهذا رح يكون ماينس كي في إكس أو إكس أو. نطلع الآن شو عملنا. أخذنا نسخة من X ضربناها في ماينس K، والسكيلر اللي طلع طرحته من U صار عندي هون عندي طبعا U ماينس KX، مش هيك؟ عند النقطة هاي راح يكون عندي U of T ماينس KX of T عند النقطة هاي. راح أضربها في B مضبوط، راح ينضرب كله في B، راح يصير U of T ماينس K أو نسميها U ماينس KX. رح نضرب هدول الكلام في بي، فرح يصير عندي عند النقطة هاي بي، وبعدين رح يصير عندي اللي هون ايش هذا؟ هذا اكس اوف تي مضروب في ايه، فهذا اي اكس، وهذا شو بيساوي؟ شو تغيرت؟ واضح شو تغيرت المعادلة؟ دخل عندي هون كي اكس ماينس يو من هون. ندخلهم هذول هلا جوا شو بصير عندي؟ بصير عندي اي اكس بي في يو رح تعطيني بي يو ماينس بي كي كي في اكس. هلا اللي فيهم اكس واللي فيهم اكس بدي اجمعهم مع بعض، بصير اخذ هاي واحطها هون، بصير مش هيك؟ هاي بدي اخذها احطها هون وهاي احطها هون، ما فيش مشكله مش هيك؟ إذا بصير عندي هلا A X ماينس B K X بلس B U. هلا لاحظوا هاي X و X إيش بقدر أطلع هون؟ A ماينس B K في X زائد B U بدها تساوي X دوت. شو صار شكل المعادلة الجديدة؟ إيش اللي تغير فيها عن المعادلة السابقة؟ B ما تغيرت و C ما رح تتغير. A إذا صار عندي الآن هون A، أنا مش راح أستعمل الهات، ما بحبش أستعمل الهات والتلت، راح أستعمل النيو بتساوي A old minus T. نطلع على الدايمنشنز الآن. هلا تذكروا إنه هذا قلنا إنه سنجل إنبوت سنجل أوتبوت، إيش الدايمنشنز تبعت X؟ راح تكون N في واحد مش هيك؟ مضبوط؟ وهلا لاحظوا K، أنا راح أضرب K في X، فK يكون واحد في ان. اذا ضربت كي في اكس ايش راح تعطيني؟ راح تعطيني سكيلر مضبوط؟ كي في اكس هي كي في اكس من هون، نسمي هاي كي 1 اذا بدك، كي 2 كي 3 كي ان، وهاي اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس ان. ضربنا هذول راح يعطيني 1 باي 1 وهذا صحيح سكيلر مش هيك هون. لكن نطلع على هاي المعادله، ايش الدايمنشنز تبعت اي؟ n by n و a old n by n. b ايش الدايمنشنز تبعتها؟ n by 1 و k الدايمنشنز تبعتها؟ 1 by n. ف n by 1 في 1 by n رح تعطيني؟ لا 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 انتبهوا، هاي بتعطيني سكيلر، هاي رح اخذها مره واحده واضربها في هاي واجمعهم. لكن هاي راح اصير اضرب الاول في الاول والاول في الثاني والاول في الثالث والاول في الرابع والاول في ان والثاني في الاول والثاني في الثالث، راح تعطيني ان، ولازم اصلا تعطيني ان باي ان لانه بصيرش اطرحها واجمعها من شيء ثاني غير ان باي ان. اوكي ماشي. اذا الفكره الاساسيه هي الخطه، افترضنا احنا هون انه عندي كي، عندي اكس، عندي اكسس لاكس، هاي لسه مشكله بعدين بدنا نعالجها، بدنا نفكر كيف بدنا نعمل فيها بعدين، بس احنا فرضنا هلا انه انا عندي اكسس على اكس، طلع معي اكس 1 لاكس ان، سحبتهم هون ضربت كل واحد في كي، كي 1 كي 2 كي 3 كي ان، والكي اللي طلعت معي هون اخذتها
كسكيلر وطرحتها من يو وكملت فغيرت ايه فغيرت الايجن فاليوز مظبوط ليش تغيرت الايجن فاليوز الايجن فاليوز القديمه ايش كانت كانت الايجن فاليوز تبعت ايه اولد مش هيك الايجن فاليوز الجديده صارت الايجن فاليوز تبعت ايه نيو تغيرت الماتريكس فتغيرت ايه فتغير البولز فهل انا حطيت البولز في المكان اللي بدي اياه لا اوكي ماشي واضح